اهلا بيكم فيديو جديد من قناة 5 minute practice. معاكم خالد محي الدين، والنهاردة هنتكلم عن حاجة اتكلمنا عنها المرة فاتت بس احنا هنكملها المرة دي. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن جمع الاسماء الانجليش، ازاي تجمع اي اسم قبلك وايه القواعد المختلفة وايه القواعد الشاذة، وحصرنا كل حاجة اتكلمنا عنها. ولو ما شفتش الفيديو يبقى لازم تطلع تشوفه من الاي اللي فوق دي. النهاردة بقى هنتكلم عن جمع الكلمات الشاذة اللي ملهاش قاعدة واللي ملهاش كبير، وبص تشوفها كده تحفظها زي ما هي. يلا بينا. بص انا هقولك الكلمات الاكثر شيوعا وهنقسمها على فيديوهين علشان ما يكونش الكلمات او العدد في الفيديو الواحد كتير قوي. فنبدأ كده على طول واقولك ان الكلمات الشاذة ديت هي كلمات ملهاش اي قاعدة، ولكن لما بتيجي تجمعها الكلمة بتتغير اصلا، شكلها بيتغير تماما. فانت مطلوب منك انك تحفظها زي كده. تقولي زي ايه يا خالد؟ اقولك زي كتير. خد عندك مثلا اول كلمة خدتها في ابتدائي، man، رجل. دي جماعها ايه؟ من، رجال. بص مان بقت من، ملهاش اي دعوه بالقواعد اللي احنا قلناها. ده حرف الاي بقى حرف الاي، وفي نص الكلمه عادي تحفظها زي ما هي. وومن بقت ويمن. بص هنا برضو نفس الكلام، حرف الاي اتشال واتحط مكانه حرف الاي. طب ما هي سهله اهي. لا ده بس بالحظ. طب بص بقى دي بيرسون، شخص، بقت بيبل. ايه ده جديده دي؟ لا مش جديده ولا حاجه، بس انت كنت واخد بالك. people معناها اشخاص وperson معناها شخص. بص دي كلمه ودي كلمه تانية خالص، ده مش حرف بقى، ده الكلمه اتغيرت. طيب كلمه زي طفل، child. طب جماعها children، child بقت children، يعني زودت لها حروف وغيرت نطقها. foot اللي هو القدم جماعها feet، وزيها tooth جماعها teeth اللي هي اسنان. tooth بقت teeth، وزي اختهم برضو goose بقت جيس، جوس اللي هي وزة بقت جيز. طب بص دي ماوس، ماوس اللي هو فار، بقت مايس، فيران مايس. بروسس اجمعها كده انت، قولها انت، هي اخرها اي اس، تعرف تنطقها بقى؟ مش بروسيسز، 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 بروسس، بروسيسز اللي هي عملية، عمليات. طيب كلمة زي ظاهرة، الكلمة مفردها مش جمعها، مفردها phenomenon، phenomenon. كلمة زي phenomenon ده مفرد كلمة ظاهرة أو معنى كلمة ظاهرة، جمعها phenomena، phenomena. بس phenomenon بقت phenomena، مع إنك تحس إن phenomena هي المفرد، لا phenomenaية واحدة كده، لا هي phenomenon بقت phenomena. وفي غيرهم كتير هقولهم لك في الفيديو الجاي، استناه علشان يعني مش محتاج اقول لك الحاجات دي مهمه قد ايه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. تنساش لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب علشان هشوف فيديو حلوه الفتره الجايه، وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.